يلتقي بعد قليل الوصل مع اتحاد كلباء على استاد نادي الشارقة في أولى مواجهات الدور نصف النهائي ضمن كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وينشد كلا الفريقين تخطي الدور قبل الأخير والوصول إلى المشهد الختامي للفوز بأغلى الألقاب. ورغم اختلاف ظروف الفريقين حيث ينافس الوصل على الثنائية هذا الموسم مع تصدره ترتيب الدوري، لكنه يدرك خطورة منافسه اتحاد كلباء الذي أقصى العين في الدور السابق من المسابقة رغم احتلاله المركز العاشر في ترتيب الدوري المحلي.